تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم. نعم، تحذير المسلمين من الشر. كيف تحذير المسلمين من الشر؟ تفضل. يشتهر احدهم مثلا باعتقاد الباطل او بفسق فيذكره للناس ليحذروا منه. نعم، انسان اشتهر بصاحب عقيدة باطلة ومع ذلك يدرس، فأنت تحذر من درسه. لما؟ لأنه صاحب تدريس باطل. أو إنسان اشتهر بالفسق والفجور، فتمنع ابنك أو ابن أخيك أو ابن جارك أن يمشي معه. إنسان تقدم لخطبة فتاة وسئلت عنه، يجب عليك البيان. وقلنا أن الناس عندهم ما هو مقدار الدين؟ كما ذكرت لكم سابقا، اتصلت في فتاة وتقول يا شيخ هناك من تقدم لخطبتي ويتصف بكذا وكذا، هل تنصحني أن أوافق عليه أم أرده أم أرده؟ فقلت له يا ابنتي أو يا أختي، أنا لا أعرف مستوى الدين الذي تبحثين عنه. شو مستوى الدين؟ التدين اللي عند الشخص، الاستقامة. ما عن ماذا تبحثين؟ وما هو مستوى تدينك واستقامتك؟ هكذا تكون المقياس. يعني بعض الناس عنده إذا شخص حلق لحيته، هذا إنسان مش ممكن المرأة تطيق تشوف وجهه، أن تنظر في وجهه. لما؟ لأنه أتى بابا من المعصية ظاهرة ومداوم عليها. وبعض النساء تقول لك عادي، شو يعني حلق لحيته؟ عادي. فهاي نصيحتها غير نصيحة هاي المرأة. وكذلك فيما يتعلق بالدخان، بعض النساء عادي دخن، بعض النساء طب اخذ قرض من البنك عادي، شرى سياره وطلع فيها من اهل الكبار عادي. اهم شيء ايش؟ ما يحكيش مع البنات. طب ما يحكي مع البنات معصيه، بس لا تقارن بمعصيه الربا. لا الا هاي بخوني، اخ معناته مقياسك مش ديني بالمره. او اتزوج عليها، شو هالمصيبة اللي سواها؟ انتهت كل الحياة الأسرية، والله ما بقعد لك في بيت ولا ارمي لك الاولاد، لا عذبك ما اخليك تتهنى في الجديدة هاي، انا من العيلة يصير في هيك؟ شو سوينا فيك؟ ما انت قاعدة معززة مكرمة، ماكلة شاربة نايمة لابسة متهنية في بيتك، وذهبت وطبقت شرع الله فتزوجت امرأة اخرى. لا لا، حسستني في معركة. لا خالة ظلي ظلك، شو جهاد تقطع راسي ولا شو؟ ولما نبعدها؟ فامرأة حرقت تجمعا للرجال في وليمة عرس زوجها الثانية، فمن حقدها على زواج زوجها من أخرى انتظرت حتى أقاموا وليمة العرس، فجاءت وأشعلت النيران في الناس وقتلت كم شخص. طبعا حكمت إعدام وانعدمت، عدمت في احد الدول الاسلاميه. ولا حول ولا قوه الا بالله. فبالتالي المقياس ديني. فاذا هذا فيما